الدرس الاول هو سنسيفيتي تيست، اختبارات الحساسيه. طبعا احنا اختبارات الحساسيه نستخدمها لتشخيص بعض الحالات المرضيه اللي ما نقدر نعزلها، يعني بعض انواع البكتيريا يكون العزل الجرثومي لها يكون صعب وياخذ وقت طويل، مثل عندنا حالات البوفاين تي بي المسبب مالته شو اسمه؟ بوفاين تيوبركلوسيس. بوفس وليس تيوبركلوسيس. مايكوبكتيريوم بوفس يسوي لها بوفاين تي بي. مشكلتها انه هاي البكتيريا صعب عزلها، تحتاج اوساط زرعيه خاصه، وايضا تحتاج فتره حظر انكوبيشن بيريود طويله تصل الى 6 إلى 8 أسابيع يلا اقدر احصل عزل جرثومي، وايضا تحتاج اوساط زرعيه خاصه مو مثل الاوساط الزرعيه اللي نستخدم بقيه البكتيريا، يعني المكونكي اجار، بلاد اجار، نيترت اجار، هاي كلها ما تفيد بتشخيص او عزل المايكوبكتيريا، فلذلك نلجا الى السنسيفيتي تيست. السنسيفيتي تيست تشمل التيوبركلين تيست. زين فنلجا الى التيوبركلين تيست. بالنسبه للمايكوبكتيريا عندنا ايضا اختبار اخر هو الملين تيست، هذا نكشف على الجلاندرز ملين تيست عشان ما تشوفوا حظر بالنظري. دكتور بدي احكي له انا حاكي من نظري يعني، بس هسه دعيده بالجفن الاسفل يوم الخميس. لا باكر عطله، وين الخميس ليش موجود؟ باكر عطله، مو لا دكتور بين العطلتين عطله، المهم مو تصوير. فلذلك احنا نلجا الى ايضا قلنا ملين تيست نكشف عن مرض الجلاندرز بالخيول، بينما التيوبركلين يكشف عن التي بي بالابقار. هذا يكشف لنا عن السيلير اميونيتي، احنا عندنا انواع الاميونيتي المناعه، اما عندنا هيومرال او السيلولر. الهيومرال يكشف عنها السيرولوجيكال تيست اللي تعتمد مبدا انتيجين انتي بادي اجلتينيشن تيست، بينما السيلير اميونيتي او السنسيفيتي تيست تعتمد مبدا شنو من يعرف الرياكشن اللي يصير. السيرولوجيكال تيست او الهيومرال انتيجين انتي بادي، السيلولر شو يصير؟ منو كان حاضر بالنظري؟ دكتور خلايا. لا مو سيلينتيشن. خلايا المناعي. دي اتش ال، دي اتش اي مختصر كان موجود. كتبناه على الصبورة. دي اتش اي منو كان حاضر؟ كان حاضر وصاحي. مو حاضر ونايم. دكتور احنا حاضرين بس انه نايم. من اسبوعين. مو صاحيين؟ اي مو صاحيين. لان جروبك قبلكم كانوا صاحيين. دي اتش اي. هو الاساسي هو نحقن الالرجين، هو نستخلصه من البكتيريا ونشوف الخلايا اللي تتجمع، فنسوي فرط الحساسيه الاختبار، تتجمع الخلايا منطقه الحقن عم تقاوم هذا الالرجين ويصير اتفاق منطقه الحقن، فهذا بحاله البوزيتيف، بحاله النيجاتيف ما تطلع اي شيء. فاحنا نستخدم بسيرولوجيكال تيست انتيجين، بالسيرولوجيكال تيست نستخدم الالرجين. شنو فرق الالرجين عن الانتيجين؟ من كان حاضر؟ أطولهم قول أطولهم وأضخمهم ويجب أن يعني مرحلة أولى متشك موجود وقاعد ومبتسم كذا صح ولا لا؟ إي صحيح قاعد تكون مبتسم؟ قاعد يرجع موضوعه ما لا دكتور هو الأنتيجين هو اللي يسوي الطاقة بينما الألرجين هو اللي يتفاعل ضده. لا دكتور يعني قصدك البكتيريا والتوكسين مالتها؟ أجزاء الخلية اللي تسوي لنا تحفز الإميونيتي نوعين، عندنا بروتينز بروتينات الخليه وعندنا اللايبوبوليساكرايد. اللايبوبوليساكرايد ال بي اس سامعين بها من مناعه الصف الثالث ال بي اس اللايبوبوليساكرايد. عندنا اللايبوبوليساكرايد والانتيجينات والبروتينات هي اللي تحفز المناعه. اللايبوبوليساكرايد هاي مسؤوله عن تحفيز الهيومرال اميونيتي،
بينما البروتين مسؤول عن تحفيز السيلولر ايميونيتي. فمن ارد احضر الانتيجين من اللايب بوليسكرايد باستخدام السيرولوجيكال تيست، فانا اسميه انتيجين. يعني بناخذ اللايب بوليسكرايد من البكتيريا هذا نسميه انتيجين، بينما اذا اخذ البيوريفايد بروتين ديريفاتيف يعني مشتقات البروتين، يعني اخذ الجزء البروتيني هذا نسميه الارجين. فذلك الالرجين هو عباره عن بروتينات نستخدمها في السنسيفيتي تيست، بينما اللايب بوليسكرايد حضر منها الانتيجين اللي نستخدمه بالسيرولوجيكال تيست، هذا يكشف مناعه هيومرال، بينما الالرجين يكشف عن المناعه السيلولار المناعه الخلويه. فلذلك انا احضر الالرجين واستخدمه بالتيوباكلين تيست او بالمالين تيست. نجي الى الاختبار الاول هو التيوباكلين تيست. التيوباكلين تيست يكشف او من عند تي بي الى ثلاث طرق لاجراء التيوباكلين تيست اللي هي سنجل والكومباراتيف اما السبكوتينيوس سبكوتينيوس هاي طريقة، والطريقة الثانية انتراديرما، والثالثة لا مو اي ولا اي بي ولا اي ال اوفثالميك بينما عندنا الانتراديرمال هي الطريقة الأكثر استخداما والأكثر دقة، فهي المعتمدة على يعني بالعراق وبالعالم. وأيضا الانتراديرمال بها ثلاث طرق اللي هي سمبل والكومباراتيف انتراديرمال و كومباراتيف ستورمنت انتراديرمال و كومباراتيف كلين تيست أو انتراديرمال تيوبر كلين تيست. فإذا عندنا سنجل كومباراتيف والستورمنت. الستورمنت أيضا لأنه بي مساوئ فلا يستخدم، نستخدم اما السنجل او الكومباراتيف. بالاحتياجات اللي احتاجها، اول شيء احتاج بالنسبه للسنجل احتاج الالرجين اللي هو الحضره من مايكوبكتيريا بوفس، فنحتاج نسميه بوفاين تايب الالرجين، هذا يجي جاهز هو شركات الحضره. واحتاج ايضا كاليبر واحتاج انتراديرمال سيرنج نستخدمها للسنجل وايضا الكومباراتيف. السنجل انتراديرمال هذا قلنا نحفل نوع واحد من الانتيجينات اللي هو البوفاين تايب، واكو مكانين للحقن اما التيل فولد او مال الرقبه النك. فنجي الى الطريقه الاولى اللي هي النك فولد التيل فولد اللي عاد منها شلون نحاول؟ ان شاء الله وين التدريس اللي وياك؟ شيروان علاوي طلعوا يا علي مبارك صوت نهائيا والله بالصوت من اشرح الطلاب بس ولا بس شو اسمه قال زي وين زين. فاذا عندنا السكين فوق كيف فوق اجى على الديل اشرح اكثر من مره للي ما بده يشوفونه. فعن هذا تيل فوق هاي الطاية عند اليمنى واليسرى، فبالسكين أو بالسنجر أستخدم اليسرى للإنجكشن واليمنى أوفى كالكنترول. إذا راح أستخدم الكومباراتيف يعني نوعين من الانتيجين، فمن ناحية اليمنى أحقن الأفيال ومن ناحية اليسرى أحقن الموبايل. هو تقدر يعني المونتاج تخربط يعني عالميا خلونا اليمنى للأفيال واليسرى للموبايل. فأجي أنا أعطيت أول خطوة أجي على طيّة الدين أخذ السكيب أو سمك الجلد وصلت الكلمة أخليها لو أقيس على الطيّة أو أخفلها بهذه الطريقة بعدين أسحبها وأقيس أشوف الجيج وين صاير. طبعا كل شخطة صغيرة هي عبارة عن من مليم كل شخطة صغيرة بينما هذا الواحد يعني عشرة. بشوف الجيج وين وصل وين وصل هذا كده.
فاضمن انه باي طريقه احكم سواء عمودي او مائي هي راح تطب في السكر. فاجي احكم هاي الطريقه وادفع. ايضا كل دفعه هي 0.1 يعني هي اوتوماتيك. كل دفعه هي 0.1 دفعنا في الاول. بس من ايش ادخلها وادفع هو دفعت 0.1 من الالرجين البوفاين تايب. هاي قياس هاي حقن كاليبر عمود اقيس طيه الجلد ايش قد السمك مال طيه الجلد بالكاليبر بعدين اجيب السرنج احقن واشوف يعني ايش احسن الانتيجين وانتظر ايش قد قالوا 72 ساعه لا برا بصل 170 لو طلع برا السمك حتى بوزت في عشان التضخم فأجي ورا 72 ساعة ما سمعت ترى قيس السمك الطبيعي أول خطوة قص السمك الطبيعي طلع لي إتلاف أوكي رح أحكم الألرجين إذا الحيوان مصاب إيش راح يصير راح تتحفز المناعة بسبب وجود الميموري سيلز راح تبدأ تيجي الخلايا الالتهابية تتجمع منطقة الحقن مثل جمع الخلايا يعني راح يصير عندي لوكال إنفلاميشن بلوك انفلاميشن شو يصير بالجلد؟ سوالينج سوالينج يزداد السمك مالي اجي ورا 72 ساعه مو اقل ورا 72 ساعه ارجع بواسطه الكاليبر اقيس سمك الجلد مره ثانيه واشوف التغير اللي يصير فاقيس او انقص السمك بعد الحقن ناقص السمك قبل الحقن واشوف اذا طلع الفرق اقل من 2 مليم يعني شنو الحاله؟ اشتغلت لا ما اشتغلت يعني نيجاتيف اثنين الى اربعة suspected. اكثر من اربعة suspected. فهذا اذا اقل من اثنين نيجاتيف اثنين الى اربعة suspected. اكثر من اربعة positive. هذا بالنسبة للسنجل انتراديرمال كلينتر. مشكلة هذا الاختبار انه ممكن بعض الحالات تعطيني فولس بوزيتيف. شنو يعني فولس بوزيتيف؟ يعني الحيوان سليم لكن ما سويت تركيبة كليل أمطاني نتيجة موجبة. هاي النتيجة الموجبة مو سببها الإصابة لأنه ماكو إصابة، سببها الإصابة بأنواع أخرى من الجراثيم. كان يصاب ممكن بالسكين تي بي أو ممكن يصاب باليونز ديزيز أو اليرسينيا أو النوكارديم. هاي كل هذا الحيوان مصاب بها ما مصاب بالتي بي من أسوي تركيبة كليل سنجل تركيبة كليل تيست أو مصاب بالإيفيان كاي يعني ماكو بكتيريا الإيفيان اللي هي نان إفكتيف فور كاي فمن أسوي رح تطلع لي فوس بوزيتيف فراح تعطي نتيجه خاطئه شلون اتخلص من عندها الجا الى الكومباراتيف اللي هو اقارب بين الافيان والبوفاين منو ما شاف السكين فول دكتور دكتور هاني عيني اللي شاف يرجع سنجل احقن باليمنى باليسرى واليمنى عوفه فارغه اذا راح اسوي الكومباراتيف احقن الافيان هنا والبوفاين هنا فاول خطوه اجي كاليبر اخليها بهاي الطريقه واقيس او اذا ما قدرت اسدها قوي عمود تثبت واشيلها واشوف القياس مالتي على هذا الجيج وين واصل شوفوا اشوف هذا الجيج وين واصل كل خط صغير هو عباره عن 1 مليم ما شاء الله شو جروب هواي هذا دكتور هذول هذا هو واحد من عندكم باثولوجي اربعة جاي هنا دكتور زين هسه خليكم كلكم تفحصون زين فاذا اول خطوه اقيس بعدين اجي احقن هذا النيدل مالتها كلش صغير هذا حقن الانتراديرمال اذا اطول تدخل سبكات فاني اضمن من احقن عمودي او مائل هي النيدل راح تطب انتراديرمال لا حطب سبكات ولا انترامسكولار
يعني هي صغيرة شلون؟ اي عاد هسه ما عدل احقن احقن وادفع حصاره وهي تضرب يمنى يعني هو اللي تضرب زين هاي الطريقه ما ضربت احقن وانتظر 72 ساعه واشوف النتيجه. هذا السكن فولد لكن مشكلتها انه الحساسيه مالتها تكون قليله للانتيجين مقارنه بجلد الرقبه، فلذلك لا تفضل، بالاضافه انه الحيوان ممكن يتحرك او يرفس الى اخره فممكن يؤذي الطبيب او الاونر الموجود، ولذلك احنا نلجا الى طريقه الرقبه واللي هي احكم من عندنا نروح للرقبه. صغيره هيك عليها ولدين للدين. من الرقبة أجي على منطقة منتصف الرقبة بالنسبة للسينجل أسوي كليبينج وشيفينج أحلق المنطقة. بس دا أشرح أنا بعد دا أشرح أسوي كليبينج شيفينج بعدين أسوي ديس انفكشن عقم المنطقة بعدين أيضا بالكاليبر أخذ طية الجلد. من أخذ طية الجلد أيضا أقيس وبعدين من أقيس أحقن ورا 72 ساعة أرجع أقيس مرة ثانية وأشوف. عيني اجي بالنسبه للسنجل او للكومباراتيف اجي على منطقه الرقبه. بالنسبه للكومباراتيف احنا قلنا نحقن نوعين من الانتيجين الالرجين ايفيان والبوفاين، فاختار منطقتين. المنطقه العليا تبتعد عن ظهر الحيوان تقريبا 10 سنتي يعني مو الا فيت 10 يعني تقديريه. اجي هاي المنطقه اسوي لها كليبنج اند شيفنج زين بعدين ديس انفكشن وذ كحول تركيز 70%. المنطقه السفلى تبتعد عن المنطقه العليا 10 الى 12 سم، فايضا هاي المنطقه مالتها بس هنا منطقه وهنا منطقه. دائما العليا اخليها للافيان والسفلى للبوفاين. هو ماكو فرق حتى لو بدلت مو مشكله، بس المشكله انه احنا نعتمد سيستم معين عالميا، لان ممكن اني اجي احقن ورا 3 ايام يجي غير دكتور يحقن. اذا انا حاقن بوفاين وافيان لا مو راح اشرحها في المره مهم نفس الشيء. كيفك دكتورة اللي يحكي ضربي زين خصوصا هاي ام لسان وين طبعا تعبت خطيه زين. فهذه المنطقه العليا هي خاصه للافيان والمنطقه السفلى للبوفاين. اجي ورا ما سوينا كليبنج شيفن عقمناها اجي ايضا بالكاليبر ونزحنا اللي ما يصور الزم الطيه اخذ طيه الجلد مو مثل الذيل، الذيل هي طيه موجوده هاي الزمها وبالكاليبر ايضا افتحها شويه فلكسبل واخذ الطيه اقيس لو هي على الحيوان اذا ما قدرت ايضا اضبها زايد بس حالها شغل بس شنو انت ممتاز عجبني يعافي ونشوف هسه ايش قد ترى شوفوني تمشي زين قلبينها بالعكس مش زين زين اخذ واشوف الطيه ايش قد خمسه خمسه وين خمسه واصل على الخمسه ادري واحد اثنين ثلاثه اي خمسه صح زين. طبعا من اقيس الافيان والبوفاين لانه ممكن نفس القياس او ممكن اكو فرق يعني طبيعيا ممكن هاي خمسه هاي تطلع سته او سته ونص او اربعه، فاقيس اخذ قياس مال الافيان واخذ القياس مال البوفاين اسجله. بعدين عندي سرنجات اثنين استخدم واحده بها الافيان وواحده بها البوفاين يعني مو نفس السرنجه اسحب منها ومنها. اجي من احقن ايضا بزاويه 45 او حتى ممكن عموديا. من اجي احقن على المنتصف مو اروح على الطرف، اذا رحت على الطرف راح يصير الانفلاميشن وين عبر على الشعر فما راح اشوفه، بينما اذا احقن بالمنتصف راح يصير كلها بها البالجنج اذا الحيوان بوزيتيف. فايضا اجي بهذه الطريقه دوسه قويه وادفع. شلون اعرف الحقن مالتي مضبوط؟ راح يصير بالجنج بسيط يعني الدواء يتكون ميلته اي هاي طيب 45 او 4 نفس الشيء هي انتراديرمال زين. من صار بالجنج يعني انه اخذت الالرجين انتظر 72 ساعه بعدين اشوف النتيجه. ايضا ارجع مره ثانيه اخذ الافيان واخذ البوفاين زين. بعدين من تجمعون كلكم احكي لكم القراءه زين. هسه الدفعه الثانيه هاي الطريقه نحقن الافيان والبوفاين ورا 72 ساعه ارجع اقيس بعدين اشوف الفرق بين قبل وبعد للافيان وللبوفاين. واحنا ايضا نفس الشيء قلنا اقل من اثنين نيجاتيف، اثنين الى اربع سسبكتد، اربعه فوق بوزيتيف.
لكن هذا مو النتيجه النهائيه. هذا السنجل اوكي بس بالكومباراتيف. ليش اسمه كومباراتيف؟ لانه نقارن بين الافيان والبوفاين عمود حصل النتيجه النهائيه. فنسمي الانتربريتيشن او الاستقراء اللي هو مقارنه بين نتيجه الافيان والبوفاين على مود اشوف يا المصابه يا سسبكتد يا الفولس بوزيتيف او فولس نيجاتيف. فاشوف لا لا هذا اشوف احنا قلنا عندنا قراتين عندنا افيان وبوفاين. فاشوف اذا الافيان نيجاتيف والبوفاين نيجاتيف معناه الحيوان شنو؟ ما بش. اذا سليم. اذا لقيت الافيان سسبكتد او بوزيتيف والبوفاين نيجاتيف معناه لا ايضا نيجاتيف. ما طول البوفاين نيجاتيف اذا الحيوان نيجاتيف. اذا لقيت الافيان نيجاتيف او سسبكتد والبوفاين سسبكتد معناه الحيوان شنو؟ سسبكتد. اذا الافيان سسبكتد او نيجاتيف والبوفاين سسبكتد اذا الحيوان سسبكتد. اذا لقيت الافيان نيجاتيف والبوفاين بوزيتيف مصاب. لا امسكت اشوف لا اشوف الزياده اللي صارت بالبوفاين. اذا اكثر من 6 يعني اشوف الزياده اللي صارت بالبوفاين اكثر من 6 بوزيتيف، اقل من 6 سسبكتد ما بيها نيجاتيف. اقل من 6 سسبكتد اكثر من 6 بوزيتيف، لانه ده اقارن نوعين من الانتيجين مو مثل سنجل نوع واحد. احنا قلنا بالنوع الواحد اكثر من 4 يلا يعتبر بوزيتيف. هنا لانه تو تايبس اوف انتيجين الرجين ارفع السقف فيصير اكثر من 6 بوزيتيف اقل من 6 سسبكتد. يعني حتى ما بيها نيجاتيف، يعني انطت نص انطت 1-2 مو نيجاتيف، هاي تعتبر ايضا ضمن السسبكتد. فاذا هي سسبكتد اقل من 6 6 وفوق يعتبر بوزيتيف. هذا اذا البوفاين بوزيتيف والافيان نيجاتيف. لكن اذا البوفاين بوزيتيف والافيان بوزيتيف يعني اثنيناتهم بوزيتيف شو اسوي؟ انقص. لا انقص الفرق مالت البوفاين ناقص الفرق مالت الافيان. يعني ايش قد طلع لي فرق مال البوفاين؟ انقص من عنده الفرق مالت الافيان واشوف. اذا طلعت اقل من 5 هذا نيجاتيف. اقل من 5 نيجاتيف. 5 الى 6 سسبكتد. 6 وفوق بوزيتيف. هذا اذا اثنيناتهم بوزيتيف. انقص فرق البوفاين ناقص الافيان اقل من 5 بوفاين، لانه المهم عند البوفاين مالت البوفاين قراءه مالت البوفاين ناقص القراءه مالت الافيان. اقل من 5 نيجاتيف، 5 الى 6 سسبكتد، اكثر من 6 بوزيتيف. زين هذا القراءه النهائيه مالت الحيوانات اللي تطلع نيجاتيف تعتبر سليمه، اللي تطلع بوزيتيف مصابه سلوتر لانه بعد ما يفيد بها العلاج. يبقى عند السسبكتد هاي انتظرها شهرين ورا شهرين اعيد الفحص مالتها مره ثانيه، طلعت بوزيتيف احملها، اذا بقت سسبكتد او طلعت نيجاتيف ارجعها للقطيع ورا شهرين. اوكي احد عنده سؤال؟ هذا بالنسبه للتوبركلين تيست. وقتك اسمه